بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية شباب حكينا عن خطوات تصميم الديجيتال لوجيك سيركت، فزي ما شفتوا يا شباب كانت أول خطوة بتصميم أي ديجيتال لوجيك سيركت هو بناء التروث تيبل. أوكي، الآن بعد ما نبني التروث تيبل، الخطوة الثانية كانت هي عبارة عن إيجاد البوليان فانكشن. فكنا الآن نوجد أو نشتق البوليان فانكشن من خلال شباب مين؟ من خلال التروث تيبل. طيب الآن بعد ما نبني البوليان فانكشن، أوكي، الخطوة اللي وراها واللي هي الخطوة الثالثة اللي هي عبارة عن رسم اللوجيك دياجرام. وبالتالي أوكي كنا نرسم اللوجيك دياجرام. فبالتالي شباب كان ان هذول الثلاث خطوات هي عبارة عن الخطوات اللي لازم نتبعها حتى نصمم ديجيتال لوجيك سيركت. طيب الان زي ما لاحظتوا يا شباب انه اذا كان انا عندي بوليان فانكشن وبدي ارسم له اللوجيك دياجرام، فكنا ايش نعمل؟ كنا يا شباب نحول الاند والاور والنوت لوجيك اوبريتورز، كنا نحولهم يا شباب لايش؟ لا جيتس. فكنا الان كنا نحولها لاند جيتس، الاور كنا نحولها للاور جيت، والنوت كنا نحولها للنوت جيت. وبالتالي كنا لما نحول البولين فانكشن او نرسم له اللوجيك دياجرام، فعليا نحول اللوجيك اوبريتورز لايش؟ لجيتس. الآن يا شباب، وبالتالي هذا إيش بعني؟ بعني لنا إنه إذا أنا كان عندي عدد الأوبريتورز بالبوليان فانكشن تاعي قليلة، كل ما كان عدد الجيتس and or not باللوجيك دياجرام أقل، تمام؟ كل ما كان أقل. وبالتالي إذا أنا عندي بوليان فانكشن في اوكي في عدد لوجيك اوبريتر قليله، فبالتالي راح يكون عدد الجيتس ايش؟ قليله. طيب هذا بيعني اذا انا عندي بوليان فانكشن وهذا البوليان فانكشن قابل للتبسيط، معناته لازم نبسطه قبل ما نرسم له اللوجيك دياجرام. اوكي، ايش معنى نبسطه؟ نقلل عدد الاوبريتورز اللي موجودات فيه، تمام؟ هذا المقصود بالتبسيط. وبالتالي الآن إذا عندنا الآن أي بوليان فانكشن، الآن لازم نعمل له سمبليفيكيشن، تبسيط، قبل ما نرسم له اللوجيك دياجرام. وبالتالي راح يكون عدد الجيتس أقل، أوكي، عدد الجيتس تاعاتنا بالرسمة اللوجيك دياجرام أقل. وبالتالي لما نروح نحول اللوجيك دياجرام لهاردوير ونجيب أوكي هذول الجيتس ونركبهن مع بعض، اوكي، ونركبهن، وبالتالي راح تكون عندنا الهاردوير اوكي بيستخدم معدات اقل او بيستخدم جيتس اقل. اذا يا شباب بمحاضرتنا اليوم راح نتحدث عن السمبليفيكيشن اللي هو عباره عن عمليه التبسيط. اوكي، فالان يا شباب موضوعنا بحكي لي عن الالجبريك مانيبيوليشن اللي هي رح نحكي يا شباب عن التبسيط اللي هو simplification. simplification ايش تعني؟ هو عبارة عن عملية تبسيط البوليان فانكشن. وبالتالي يا شباب دائما اذا انا طلعت بوليان فانكشن اوكي او اشتقيت بوليان فانكشن من التروث تيبل، المفروض يا شباب قبل ما نرسم له اللوجيك دياجرام نعمل له عملية تبسيط. ايش المقصود بالتبسيط؟ اوكي، الان يا شباب عمليه التبسيط او المينيمايزيشن هو عباره عن عمليه تقليل نمبر عدد الليترالز وعدد التيرم بالبوليان فانكشن تاعي. وبالتالي اذا هاي عمليه التبسيط اللي هو عمليه مينيمايزيشن عمليه تقليل اوف ذا نمبر of literals، إذا تقليل عدد الليترالز and
the term and the number of term. تمام. إذا تقليل عدد literals وعدد إيش terms. The number of terms طبعا إيش in boolean function. هذا هو عبارة عن عملية التبسيط. هو عبارة عن عملية تقليل عدد literal وعدد term بالboolean function تاعي. الآن يا شباب إيش نقصد بالليترال؟ الليترال المقصود فيها هو عبارة عن السينجل فاريبل. أوكي؟ أما الترم اللي هو عبارة عن الحد. ففي عندنا يا شباب نوعين من الترمز. في عندنا برودكت ترم. برودكت ترم. أوكي؟ وفي عندنا sum term. الآن the product term بيحتوي على literals connected by and. أوكي. فشباب لما نقول product term هو عبارة عن حد بيحتوي على literal connected literal مربوطات مع بعض by and operator. أما sum term فهو عبارة عن literals connected okay by or. فأي literals أو أي variables مربوطات مع بعض بOR gate بOR، فبالتالي بهاي الحالة بنسميه هذا sum term. أما product term فهن عبارة عن literals connected by dot. كمثال على هذا على المقصود بالليترال وبالترم خلينا نشوف التالي. واحد هيك حكى A B برايم C or B C. هذا عبارة عن بوليان فانكشن F1 A B C. هذا عبارة عن بوليان فانكشن بيحتوي على أكمل literals. أي شباب بيحتوي على 5 literals. أوكي؟ فكل single variable بنسميه literal. وبالتالي الـ A والـ B هاي والـ C هاي والـ B هاي والـ C هاي، وبالتالي هون عندنا عددهم 5، وبالتالي هذا بيحتوي على 5 literals. طب هذا كم من term بيحتوي؟ هذا بيحتوي على 2 terms. على حدين. بيناتن or. طبعا هذا product term نسميه. ليش؟ لانه literals بيناتهم dot operator، وبالتالي هذا هو product يعني جاي من ضرب. تمام؟ وهذا برضه هو عباره عن product term لانه هون عندي two literals بيناتهم and، وبالتالي literals connected by and، and يعني تشبه الضرب، لهيك اسمه product terms. تمام؟ اذا هذا بالنسبه لا المثال تاعنا. طيب شوف واحد ثاني F2 XYZ بتساوي X or Y prime ended with X prime or Y or Z prime ended with اللي هو Y or Z. اوكي فبالتالي شباب هذا عباره عن بوليان فانكشن بيحتوي على اكمل literals، بيحتوي على 1 2 3 4 5 6 7. اذا هذا شباب عباره عن بوليان فانكشن بيحتوي على 7 literals. تمام. طيب اكمل ترم بيحتوي على 3 terms. هذا الترم الاول، هذا الترم الثاني، وهذا الترم الثالث، وبالتالي بيحتوي على 3 terms، ثلاثة حدود. طبعا بيناتهم اندنج. كل ترم والترم والثاني. طيب لو سألتكم سؤال بالله يا شباب، هذا الترم شو بنسميه؟ هذا الترم. هذا الترم بنسميه sum term.
تمام؟ وهذا برضه اسمه sum term، وهذا برضه اسمه sum term. اوكي؟ اذا هذولا الثري terms كلهن من نوع sum terms. طبعا ليش sum terms؟ لانه الليترال ساعات بيناتن اور، وبالتالي بنسميهن sum term. طبعا الاور بتشبه الزائد، لهيك بنحكي عنه sum term، هيك اسمه، وبالتالي بدنا نلتزم الشباب بهذا الاسم. اذا يا شباب عمليه السمبليفيكيشن، عمليه التبسيط، هي عباره عن ايش؟ عمليه التبسيط هي عباره عن عمليه تقليل الليترالز والترمز بالبوليان فانكشن تاعي. طيب السؤال تاعي الان المهم كثير، كيف بنعمل تبسيط اوكي للبوليان فانكشن؟ الان يا شباب احنا ببدايه الشابتر اخذنا العديد من المسلمات والنظريات، فبالتالي رحين نستخدم هاي المسلمات والنظريات لإجراء عملية التبسيط. وبالتالي الآن بما أنه إحنا أخذنا النظريات والمسلمات سابقاً، معناته إحنا قادرين الآن أوكي نطبق هاي النظريات والمسلمات حتى نجري عملية التبسيط على أي بوليان فانكشن عندنا. أوكي؟ فالآن إذن يا شباب خلينا أوكي نشوف من خلال أمثلة كيف بدنا نعمل تبسيط لأي بوليان فانكشن. بس أهم شيء أول نقطة نكون يا شباب النظريات والمسلمات اللي أخذناهن سابقا نكون فاهمينهن وعارفين كيف بيشتغلن وحافظينهن أوكي، وبنعرف نطبق عليهن. تمام؟ طيب الآن يا شباب خلينا نشوف كيف بدنا نجري عملية التبسيط، وبالتالي الآن راح نشوف إكزامبل أوكي على إجراء عملية التبسيط. الآن المثال أوكي، خلينا نشوف المثال التالي. طيب الآن بقول لي using algebraic manipulation okay using algebraic manipulation تمام simplify the following boolean functions to minimum number of literals. اوكي اذا بس بدي تنتبهوا لي على نص السؤال. نص السؤال شو بحكي لي؟ using algebraic manipulation. اوكي يعني رايحين نستخدم الجبر، تمام؟ عمليات الجبر، هاي نقطة كثير مهمة. طيب ليش؟ لأنه في طريقة أخرى إن شاء الله راح ندرسها بالشابتر القادم بالشابتر الثري لإجراء عملية التبسيط، تمام؟ وبالتالي بدنا ننتبه. سؤال بيقول لي using algebraic manipulation يعني استخدم النظريات والمسلمات لإجراء عملية التبسيط، هذا المقصود بالسؤال. الآن بيقول لي simplify معناها من نبسط البوليان الفولوينج بوليان فانكشن تو مينيمم نمبر اوف لترال، يعني من نبسطه او نبسطه بابسط صوره. اوكي يعني نبسطه لاقصى حد، هذا المقصود ب تو مينيمم نمبر اوف لترال. اذا الان يا شباب خلينا نشوف البوليان فانكشن اللي رايحين نبسطها. طيب اول واحد اوكي اللي هو عباره عن اف اكس واي بتساوي اكس اور واي اندد ويز اكس اور واي برايم. اوكي شباب لان شباب بدنا ننتبه اوكي انه بدنا نجري عمليه التبسيط اوكي لاقصى حد. الان يا شباب ممكن انا ابدا بخطوات، ابدا بطريقه حل
وممكن واحد منكم يبدأ بطريقة حل أخرى، تمام؟ بس أوكي، لازم نلتزم بالنظريات والمسلمات بهذا العلم، بعلم البوليان الجبرا. يعني ما بصير نخترع إحنا نظريات من عندنا، تمام؟ هاي نقطة كثير مهمة. إذن يعني ممكن أنا أمشي بطريق لعملية التبسيط وإنت تمشي بطريق لعملية التبسيط، بس بالأخير لازم يكون الجواب بأبسط صورة، وبالتالي لازم يكون الجواب بكل الحالتين إيش متشابه. هاي أهم نقطة، تمام؟ فالآن يا شباب خلينا نشوف كيف من نبسط هذا البوليان فونكشن اللي موجود أمامنا. الآن أنا أول ما تخطر بالي أشوف two terms هيك مضروبات ببعض، أوكي، بيناتهم ending، فأول خطوة ممكن تخطر ببالي اللي هو أجري عملية الending بيناتهم، يعني أوزع أو أضربهم ببعض، أضرب هذول القوسين أو أعمل ending بين هذول القوسين ببعضهم البعض. طيب فإذا عملنا ending بين هذول القوسين شو راح يكون الجواب تاعنا؟ أوكي، فراح يكون يا شباب كالتالي. أوكي، الآن راح أعمل ending بين x و x، بعدينك or ending بين x و y برايم، بعدينك or أعمل ending بين x و y، بعدينك or أعمل ending بين y و y برايم. أوكي، هل هذا يا شباب العملية، هاي عملية الending، هل هي ضمن عملية الending اللي جريت هنا؟ هل هي بين هذول التو تيرمز، هل هي ضمن المسلمات والنظريات اللي أخذناها مسبقا؟ الجواب نعم، وبالتالي بقدر أجريها أوكي على هذول القوسين بدون أي مشاكل. فبالتالي شو راح يطلع معنا؟ راح يطلع معنا التالي. أوكي، راح يكون عندنا كالتالي: x ending with x or x ending with y prime، تمام، or y ending with x or y ending with y prime، تمام. إذا دخلت هذول القوسين على بعضهم البعض راح يكون عندي هيك الجواب. طيب ويساوي الآن x ending with x، راح لو ترجعوا لتيبل 2.1 اللي شرحناه، أي إشي ending مع نفسه راح يطلع لي أوكي هذا الإشي، وبالتالي x ended with x بعطيني x، وبالتالي بعوض x ended with x مع bx. Or x y prime or x y أو y x نفسها x y، ما في أي مشكلة. Or y ended with y prime، الآن y ended with y prime أي إشي ending مع متممته يساوي صفر، وبالتالي y ended with y prime صفر، وبالتالي بعوض مكانها صفر، تمام. إذا شو بدي صفي عندنا الآن؟ x or xy prime or xy، وبالتالي هذا الحد أي إشي أورينج مع زيرو رح يظله نفس هذا الحد، وبالتالي هذا الحد أورينج مع زيرو بده يظله نفسه، تمام. الآن يا شباب هذول الثري تيرمز الموجودات أمامي شو ممكن نعمل لهم؟ أوكي، ممكن واحد تخطر بباله فكرة أخذ عامل مشترك، فبقدر أخذ بناء منهم عامل مشترك. هل فكرة عامل مشترك موجودة عندنا بين النظريات والمسلمات اللي حكينا عنها بتيبل 2.1؟ الجواب نعم، وبالتالي الآن رح أخذ عامل مشترك اللي هو رح أخذ من هذول الثري تيرمز رح يكون X. طيب فالآن بس نأخذ عامل مشترك شو بظل من الحد الأول؟ بظل منه إيش شباب؟ واحد. أور الحد الثاني شو بظل منه؟ Y prime. الحد الثالث لما نأخذ منه X شو بظل منه؟ Y، وبالتالي بطلع معي Y. الآن إذا بتلاحظوا بين الأقواس عبارة واحد one or y prime or y، الآن أي إشي أورينج مع one جوابه يا شباب one، وبالتالي معناته هذا القوس جوابه واحد. one or مع أي إشي one، وبالتالي بهاي الحالة رح يكون عندنا x ended with هذا القوس جوابه واحد، وبالتالي رح يكون عندنا x and واحد. x and 1 شو بتساوي؟ x، تمام؟ هل هيك
يعني هل بظل في تبسيط؟ لا، معناته خلاص هذا هو عبارة عن الجواب النهائي تاعنا. إذا لاحظوا هذا البوليان فانكشن تاعي اف اكس واي، اوكي، تبسيطه هو عبارة عن اكس، هيك بكون انا بسطته لمينيمم نمبر اوف لترالز، لاقل عدد من لترالز. فكان عندنا هون 4 لترالز صفة 1 لترال، هيك بكون انا بسطته. هل يمكن تبسيطه اكثر؟ لا، خلاص معناته هذا هو الجواب النهائي تاعي. طيب فبتلاحظوا يا شباب العملية اللي انا هون جريتها او عملتها فعليا يا شباب هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن التزمت، استخدمت النظريات والمسلمات الموجودات عندنا، اوكي، ولاحظوا كنت ابسط، فبالتالي الجواب النهائي كان عندي مبسط، اوكي. طيب فزي ما حكيت لكم ممكن طالب منكم مثلا يمشي بطريق اخر غير اللي انا بديت فيه هون، تمام، بس بشرط يلتزم بنظريات المسلمات. الان ممكن يمشي وبالتالي بالنتيجه الاخير راح يكون جوابه وجوابه زي بعض، اوكي، تمام. اذا هذا هو حل لتبسيط البوليان فانكشن اللي امامنا. الان خلينا نشوف الشباب مثال 2. اوكي، بدي ابسط البوليان فانكشن التالي اف اكس واي زد، شو بيساوي؟ اكس واي زد اور اكس برايم واي اور اكس واي زد برايم. اوكي، طلعوا لي شباب على هذا البوليان فانكشن. الان بدنا نبسطه، لان مباشره ممكن واحد تخطر بباله، اوكي انه في عندي تو تيرمز، الترم الاول والترم الاخير بيناتهم اكس واي عامل مشترك، فممكن نقول الان راح اخذ اكس واي عامل مشترك بين هذول التو تيرمز. ممتاز، بصير. فخلينا نبدا بهاي، اوكي، بهاي بهذا الاجراء. فبالتالي الان راح اخذ اكس واي عامل مشترك بين الترم الاول والترم الاخير. الان شو راح يظل من الترم الاول؟ زد. اور شو راح يظل من الترم الاخير؟ زد برايم. واحنا حكينا سابقا انه بالبوليان الجبرا ممكن اخذ عامل مشترك بين تو تيرمز. الآن أخذت عامل مشترك بين الترم الأول والترم الثالث، فصفى XY or XY and Z or Z برايم. طيب or XY برايم بظلها زي ما هي. طيب خطوة اللي تحتيها، لأن بتلاحظوا في عندي Z or Z برايم، Z or Z برايم أي إشي or متممته جوابه يا شباب إيش دائما؟ جوابه واحد. ممتاز، وبالتالي اي شيء اور متممته جواب واحد معناته راح الان تصفي اكس واي اندد وذ 1 اور اكس اكس برايم 1، تمام، وتساوي اكس واي اور اكس برايم 1. الجواب تاعي هل خلص التبسيط؟ لا. الان بلاحظ انه في عندنا هون التو تيرمز في واي عامل مشترك، فبقدر اخذ واي عامل مشترك من هذول التو تيرمز. فلما ناخذ واي عامل مشترك شو بظل من الترم الاول؟ اكس. وشو بظل من الترم الثاني؟ اكس برايم. ونفس الشيء اي شيء اور متممته جوابه واحد، وبالتالي راح تصفي هذا الاكسبريشن راح يصفي واي اندد وذ 1. واي اندد وذ 1 واي. اوكي، هل واي ممكن تبسيطه اكثر؟ لا، معناته خلاص هذا هو عباره عن البوليان فانكشن تاعي المبسط. اذا بتلاحظوا اف اكس واي بعد التبسيط يساوي واي. اذا الان يا شباب بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه، انتبهوا، الفانكشن هذا تاعنا اللي معطى والفانكشن بعد التبسيط
تمام يا شباب. اذا هذا الفانكشن، والفانكشن بعد التبسيط بعطي نفس النتيجه. هذول اصلا مكافئات لبعضهم البعض، فانا لانه انا بحكي يساوي، فبالتالي اوكي هذا الفانكشن والفانكشن هذا نفس بعطي الشباب او النتيجه بعطي نفس ايش؟ نفس النتيجه. وبالتالي لو اعوض اكس واي زد لكل الحالات الممكنه، اعوضه بالبوليان فانكشن هذا واعوضه بناتج عمليه التبسيط، بطلع لي نفس النتائج. تمام؟ اوكي، اذا هذا هو المقصود بعمليه التبسيط. وبالتالي عمليه التبسيط عمليه مهمه كثير، لانها فعليا بتقلل لي اوكي بتقلل لي عدد الجيتس اللي راح نستخدمها ببناء اللوجيك دايجرام. اوكي، وبالتالي دائما اي بوليان فانكشن لازم نبسطه. من ننتبه بوليان فانكشن والنتيجه بعطن، يعني لو بدي ارسم التروث تيبل لهذا السؤال او للجواب اللي بيطلع معاي، راح ابني التروث تيبل 100% بطلع نفس النتيجه. طيب خلينا الان نشوف بوليان فانكشن اخر ونشوف حالات اخرى. ثلاثة. F X Y Z بيساوي X Y Z prime or X prime Y Z or X Y Z or X prime Y Z prime. الآن يا شباب هذا عبارة عن بوليان فانكشن بدأ بسطه، فبتلاحظوا أنه الترم الأول والثالث بقدر أخذ منهم عامل مشترك اللي هو عبارة عن إكس واي. تمام؟ الترم الأول والثالث. إذن هذا وهذا بقدر أخذ إكس واي عامل مشترك، وكمان الترم الثاني والرابع بقدر اخذ منهم اكس واي اكس برايم واي عامل مشترك. فبالتالي شو بدي اصفي معانا؟ الترم الاول والثالث. اذا الان الحل، اذا بدي ابسط البوليان فانكشن تاعي، فباخذ من الترم الاول والثالث اكس واي، فشو بدي اصفي منه؟ زد برايم اور زد. طيب اور الثاني والرابع بدي اخذ منهم اكس برايم واي عامل مشترك، فشو بدي اصفي؟ زد اور زد برايم. طيب هذا الترم جوابه واحد وهذا الترم جوابه واحد، فالان شو بدي اصفي معناه؟ اكس واي اندد وذ 1 اور اكس برايم واي اندد وذ 1، يعني اكس واي اور اكس برايم واي. طيب الان هذول التو تيرم خذوا لي واي عامل مشترك، فشو بده يضله؟ اكس اور اكس برايم. واكس اور اكس برايم واحد، معناته راح تصفي يساوي واي اندد وذ 1 وتساوي واي. اذا هذا يا شباب هو اوكي تبسيط البوليان فانكشن تاعنا اف اكس واي. الآن يا شباب خلينا نشوف المثال التالي. أوكي، الآن F XY بتساوي X or Y الكل برايم ended with X برايم or Y برايم. اوكي، اذا انا هون عندي قوسين زي ما بتلاحظوا. القوس الاول يا شباب هذا القوس عليه برايم اندد وذ القوس الثاني اكس برايم اور واي برايم. طيب الان الحل، السؤال تاعي هل بقدر اوزع هذول القوسين على بعض؟ يعني اقول اكس اندد وذ اكس برايم
or x ended with y prime, or y ended with x prime, or y ended with y prime. هل بقدر أوزعهن بهاي الطريقة؟ يعني هاي عهاي وهاي عهاي وهاي عهاي وهاي عهاي. الجواب غلط، لا ما بصير، صح؟ ليش؟ لأنه إذا بتنتبهوا إنه هذا القوس عليه كله برايم، تمام؟ عليه كله برايم، وبالتالي ما بقدر أعمل التوزيع اللي حكيت لكم عنها قبل شوي. طيب شو الحل؟ الآن يا شباب أنا برأيي أفضل حل هنا إنه ندخل البرايم على القوس، أوكي؟ ندخل البرايم هاي على القوس تاعنا، فراح نحصل على ترم بي أند، بعدين هذا الترم بدخله على القوس إكس برايم أو واي برايم. طيب يعني كيف؟ اكتبوا عليه شباب. دخلوا البرايم على القوس، شو بتتصفي؟ إكس برايم الأور بصير أند، البرايم فوتوه على الواي بصير واي برايم. إذا هذا حسب قوانين دومرجان، فبالتالي جواب x or y لكل برايم هي عبارة عن x برايم ended with y برايم. تمام. الآن القوس تاع اللي بدي يضل x برايم or y برايم. الآن يا شباب عندي هون حد هيو بقدر أدخله على القوس تاعي، وبالتالي بهاي الحالة بقدر أدخل هاي الآند على x وبقدر أدخلها على الواي، وبالتالي إذا نقدر نوزع الآن على الأور، فشو راح تصفي؟ راح يصفي كالتالي. طيب الآن دخل اعملوا لي أندينج بين هذا الحد أوكي وبين الإكس برايم، فشو راح تصفي؟ إكس برايم أندد ود واي برايم أندد ود إكس برايم أور، برضو هذا الحد دخلوا لي إياه على الواي برايم، فشو بده يصفي؟ x prime ended with y prime ended with y prime وتساوي. هسه زي ما بتعرفوا يا شباب x prime ended with y prime ended with x prime تساوي، بامكاني اعمل تبديل ما في اي مشكله بالاندينج، فبالتالي راح تساوي x prime ended with x prime ended with y prime. طيب تمام، وبالتالي هاي x prime ended with y prime ended with x prime، هيك جوابها. وبنعرف انه اي شيء اندنج مع نفسه راح يرجع لي ايش نفس هذا الشيء، وبالتالي اكس برايم اند وذ اكس برايم شو جوابها؟ اكس برايم وحده. اذا وبالتالي هذا الترم شو بده يصفي؟ اكس برايم اند وذ واي برايم. اور الان نفس الشيء هون اكس برايم اند واي برايم اند وذ واي برايم، واي برايم وحده حسب النظريات والمسلمات اللي بتيبه اللي بتيبل 2.1 اللي حكينا عنه بدايه الشابتر. طيب هل خلص التبسيط؟ لا. الان انتبهوا لي، لاحظوا التو تيرمز هذول نفس الشيء اكس برايم واي برايم، والترم الثاني اكس برايم واي برايم، فالترم اور مع نفسه هو راح يطلع لي هذا الترم، وبالتالي اكس برايم واي برايم اور اكس برايم واي برايم راح يطلع لي x برايم y برايم. هل في مجال للتبسيط كمان؟ لا، معناته هذا هو الجواب النهائي. اذا هيك بكون انا بسطت البوليان فانكشن تاعي. طيب مثال اخر، اوكي شباب طلعوا لي f x y z بيساوي x or y برايم or z برايم معمولهن اندنج مع x برايم or z برايم. طيب الحل، أول فكرة ممكن تخطر ببالنا هو هذول القوسين بندخلهم على بعض، ممتاز. وبالتالي بكل بساطة شو راح يصير عندنا؟ مندخل الآن هذول القوسين على بعض، فراح أوزع كالتالي، فراح أقول x or x prime إذا يساوي
X or X prime or X or Z prime. تمام هاي X or Z prime or الآن الواي الواي عملوا لها دخلوها على القوس فبالتالي راح يصير Y prime X prime or الواي برايم الان اعملوها اندنج مع زد برايم فراح تصفي واي برايم زد برايم اور الان زد برايم اكس برايم اور زد برايم زد برايم تمام الان بتطلع على اللي موجود امامي اذا في اشي بتبسط ببسطه اذا في اشي بلغي بلغيه اذا في تو تيرم نفس بعض بأخذ منهن فقط حد واحد. طيب الآن خلينا نكمل. X ending with X prime أي إشي O ending مع نفس مع متممته شو جواب صفر وبالتالي X X prime جوابه صفر. Or X Z prime في X Z prime لا فبكتبها زي ما هي مبدئيا. Or y برايم x برايم او x برايم y برايم في حد هيك لا فبكتبه زي ما هو لو عكسنا ما في مشكله or y برايم z برايم برضه ما في فبكتبه زي ما هو or z برايم x برايم ما في حد يعني حد اخر معاه ممكن يعني كل حدين اجمعهم مع بعض or زد برايم في زد برايم زد برايم في زد برايم طبعا شو جوابها اي شيء اندنج مع نفسه باخذ هذا الشيء وبالتالي زد برايم اندنج مع زد برايم بجوابها راح يكون زد برايم تمام لان هاي الصفر يا شباب اكيد راح تروح طيب الان شو الخطوه اللي وراها الخطوه اللي وراها بتلاحظوا يا شباب في عندنا الحد هذا والحد هذا والحد هذا والحد هذا في بيناتهم زد عامل مشترك فبإمكاني أخذ زد عامل مشترك في بيناتهم وبالتالي شو راح يصير عندنا الجواب الصفر أو أي شيء بتروح الصفر طبعا الآن X برايم Y برايم خلينا نكتبها أور إذا هذول الحدود الأربعة خليني أخذ زد برايم عامل مشترك منهن كلهن فشو بدي أصفي بدي أصفي من الحد الأول X or من هذا الحد بدي صفي y برايم or من هذا الحد بدي صفي x برايم or ومن هذا الحد شو بدي صفي واحد مش صفر واحد لانه هاي كانها زد برايم ended with 1 فاخذنا زد برايم بظل منها واحد تمام الان بتلاحظوا هذا القوس الموجود امامي x or y برايم or x برايم or واحد تمام بتلاحظوا يا شباب هذا عبارة عن شو؟ هذا عبارة عن term ending with one فبالتالي أي شيء عفواً oring with one فأي شيء oring مع واحد شو جوابه؟ دائماً 100% واحد فهذا الحد جوابه واحد أو هذا القوس 100% جوابه واحد فx or y prime or x prime or one فأي شيء or one جوابه one فخلص هذا القوس كله واحد فشو بتتصفي الآن؟ المعادلة كالتالي X برايم Y برايم or Z برايم ended with 1 وتساوي X برايم Y برايم or Z برايم ended with 1 Z برايم حسب القوانين والمسلمات السابقة وبالتالي يا شباب أوكي الآن هذا الجواب تاعنا هل يمكن تبسيطه كمان؟ لا خلاص معناته هذا هو جواب التبسيط للبوليان فانكشن تاعي مرة ثانية للتأكيد شو معنى التبسيط؟ أول شيء هذا البوليان فانكشن اللي بالسؤال والجواب هذول نفس البوليان فانكشن يعني بطلع نفس النتيجة لكل الحالات فعوضوا X, Y, Z الثمن حالات اللي بنعرفهن كأي ثمن أي حالة من الثمن حالات راح يكون لهم نفس الجواب أوكي؟ وبتلاحظوا السؤال بيقول لي simplify وبالتالي الجواب أوكي 100% راح لازم يكون مبسط إذا كان مش مبسط معناه أنت بتحل غلط اوكي وبالتالي بكون هيك احنا بسطنا اوكي لاقصى حد او
لأقل عدد من إيش الليترال. الآن هل الجواب هذا بإمكان تبسيطه؟ الجواب عندنا لا، ما معناته بنوقف عند هاي النقطة، خلاص بكون هيك الجواب مبسط. طيب خلينا الآن نشوف مثال آخر. أوكي. الآن F X Y Z X Y Z W شو بيساوي؟ X or X prime Y Z ended with X or Y Z or W الكل برايم or X or X برايم Y Z. أوكي لاحظوا يا شباب إنه هذا السؤال، لاحظوا السؤال اللي أمامنا، لاحظوا قديش البوليان فانكشن تاعي كبير وطويل. هل بإمكاني تبسيطه؟ نعم يمكن تبسيطه. طيب الحل الآن، للنظرة الأولى على البوليان فانكشن تاعي بتلاحظوا إنه في تو تيرمز بيناتهم أور، وينهم يا شباب؟ هذا عبارة عن الحد وهذا عبارة عن الحد الثاني، بيناتهم أور. أوكي وبتلاحظوا إنه هذول الحدين فيهم X أور Y Z مشترك، تمام؟ X or Y Z مشترك، X or X برايم Y Z مشترك، معناته هذول الحدين أوكي بقدر أخذ الآن منهم عامل مشترك X or X برايم Y Z. الآن طلعوا لي شو راح يصير عندنا. الآن راح نأخذ هذا ال X or X برايم Y Z، بدي أخذه عامل مشترك من هذول الحدين. فشو راح يصفي الآن بالأول؟ راح يصفي التالي، راح يصفي X or Y Z or W الكل برايم أكيد، والحد الثاني شو راح يصفي منه؟ واحد، الصفر واحد، ديروا بالكم. طيب الآن هذا اللي بين أقواس المربعة شو جوابه؟ جوابه واحد. ليش؟ أي إشي أورينج مع ون ون، وبالتالي 100% هذا الجزء جوابه واحد. فش الآن شو بده يصفي عندنا؟ بده يصفي X or X prime Y Z ended with one وتساوي X or X برايم Y Z. طيب الآن أغلب الطلاب ممكن يوقفوا هون، هل لكن السؤال تاعي هل هذا بأبسط صورة ولي بإمكاني أبسطه؟ أوكي لا، هون بإمكاني شباب نبسطه، نعم بإمكاني نبسطه. طيب طلعوا الآن شوفوا كيف بدي أبسطه، وتساوي هاي عبارة عن توزيع أور، بقدر أستخدم خاصية توزيع الأور على مين؟ على الأند. يعني A or B C تساوي A or B ended with A or C، يعني توزيع الأور على الأند، فبالتالي A or B ended with A or C. فبالتالي رح أوزع الآن الX على الX على الX برايم Y Z، بحيث إنه أقول له هذا ولا اوكي هاي الاور، كيف بدي اوزعها؟ راح اقول اكس اور، راح اوزع على الاكس برايم تمام اندد ويل اكس اور، راح اوزع على الواي زد. فاستخدمت هاي الخاصيه
خاصية توزيع الأور، توزيع الأور على الأنت. طبعا بحيث أنه فرضت الإكس هي A، الإكس برايم هي B، والواي زد هي C، واستخدمت أوكي استخدمت هاي المعادلة. تمام، إذن الإكس هي الـ A والإكس برايم هي الـ B والواي زد هي الـC، فشو بتصفي حسب هاي المعادلة الموجودة أمامنا؟ راح تصفي X or X برايم ended with X or Y Z. إذن توزيع الـ OR على AND. طيب وتساوي أي إشي ORing مع متممته، شو جواب يا شباب؟ واحد، وبالتالي هاي راح تطلعي واحد ended with X or Y Z وتساوي أي إشي ending مع واحد راح يكون نفسه، وبالتالي راح يطلع لي X or Y Z، وبالتالي هذا هو ناتج عملية التبسيط. تمام، إذن يا شباب زي ما شفتوا أنا هون عندي بوليان فانكشن، لاحظوا بعد ما بسطته طلع X or Y Z، هذا هو ناتج عملية التبسيط. الآن يا شباب لو أبني التروث تيبل البوليان فانكشن هذا اللي بالسؤال هون وللجواب، راح يطلع 100% نفس الناتج. لو أبني التروث تيبل للسؤال للبوليان تاع السؤال والجواب، راح يكون 100% نفسه، لأنهن فعليا مكافآت لبعضهن البعض أكيد. أوكي شباب، الآن يا شباب هاي الأسئلة دائما بنقول للطلاب بدنا تبسطوا، ولازم إيش يعمل تعملوا show your work، لازم تبين لي عملك، وبالتالي الخطوات هاي كثير ضرورية، لازم كل خطوة بتكتبوها تكون تعتمد على نظرية أو مسلمة أكيد، فلازم تبين لنا عملك show your work، هاي نقطة كثير مهمة. أوكي، وبالتالي شباب بيكون فعليا إحنا أي boolean function الآن قادرين على تبسيطه، لكن من نلتزم بالنظريات والمسلمات اللي أخذناها وحكينا عنها سابقا. أوكي، الآن يا شباب خلينا نحكي عن الـ complement of the function اللي هو عبارة عن متممة الاقتران. الآن يا شباب إذا كان أنا عندي boolean function f، فالكمبليمنت of f يعني متممة البوليان f is ايش؟ is f prime. وبالتالي بكل بساطة إذا كان أنا عندي function f، معناته ال f prime هو عبارة عن متممة هذا الفانكشن. طيب لأن ايش بنقصد بالمتممة؟ الآن الحالات اللي ال f فيها واحد بيكون الـ F برايم بعطي صفر، يعني الحالات اللي الـ F جوابه واحد فالـ F برايم بيكون جوابه صفر، والحالات اللي الـ F فيها صفر الـ F برايم بيكون فيها جوابه إيش؟ واحد. هذا المقصود يا شباب بمتممة الاقتران. الآن يا شباب خلينا نشوف أمثلة، أوكي رح أعطيكم فيها boolean function وأقول لكم أوجدوا متممة هذا الفانكشن. طيب فالآن يا شباب خلينا نشوف المثال التالي. Example، سؤال بقول لي إيش؟ بقول لي find the complement، أوجد لي المتممة of the following boolean function. بدي متممة الاقترانات التالية. اوكي، اول واحد f1 equal x prime y z prime or
X برايم Y برايم Z. تمام، إذا من نوجد المتممة تاعيته. فبكل بساطة الأف المتممة أو الكمبليمنت للأف 1 هي F برايم، يعني الحل بدل الكمبليمنت of the F 1 هو عبارة عن F 1 برايم، هذا المقصود بالمتممة. طيب ويساوي بأخذ البوليان فانكشن تاعي وبأخذ البرايم تاعيته، وبالتالي شو راح يطلع عندنا؟ F1 برايم تساوي X برايم Y Z برايم or X برايم Y برايم Z الكل برايم، هذا المقصود بالمتممة. طيب لأن ما ننتبه كيف منه نوجد، لأن مثل هاي الأسئلة بقول لي show your work. تمام، إذا قال لي شو يور ورك معناها لازم أحل خطوة خطوة. طيب إحنا يا شباب أخذنا سابقا نظرية بأحد النظريات اللي هي اسمها نظرية دي مورغان، اللي هو عبارة عن دي مورغان ثيرم. النظرية شو بتحكي لي؟ إنه A or B الكل برايم، يعني إذا في عندي ترم في or ودخلت البرايم على هذا الترم راح يساوي A برايم والأور راح تتحول لأنت. تمام، والبي راح تصير بي برايم، وبالتالي إذا فوتنا النقص على أور راح تصير بي إيه راح تصير أنت. أوكي، الآن بتلاحظوا أن الأف ون برايم أو البوليان فانكشن تاعي هذا اللي بده أخذ له البرايم عبارة عن two terms بينات تن أور. فالآن شو بدي أعمل؟ راح أفوت النط على الترم الأول، أوكي، وفوته على كمان على الأور، وبعدين أفوت النط على الترم الثاني. فشو راح يصفي عندنا الجواب؟ وتساوي الآن فوتوا لي النط على الترم الأول، فشو راح يصير؟ X برايم Y Z وZ برايم الكل برايم. الآن الأور بتصير أنت، بعدينك فوتوا لي النط على الترم الثاني، فشو راح أقول له؟ X برايم Y برايم Z الكل برايم. تمام؟ وبالتالي بهيك بكون أنا قاعد بستخدم قوانين دي مورغان لإيجاد المتممة. تمام، وتساوي، هل خلصنا؟ لا. الآن يعني إذا بظل عندي literals أو variables موجودة عندي وعليهم مجموعة variable عليهم برايم، لازم أفوت البرايم عليها. تمام، وتساوي الآن بتلاحظوا هنا في عندي term، هيو في جواته variables بينات and، فبقدر أفوت النط على هذا term؟ الجواب نعم. في عندنا أحد نظري أحد قوانين دي مورغان شو بقول لي؟ A added with B الكل برايم، يعني إذا في عندي term أوكي في بيناته بين الفاريبل and، لما أعمل البرايم راح يصير كالتالي، راح يصير الترم الأول متممة or الترم الثاني متممة. بدناش ننسى أنه لأنه الأولوية الآن تحولت لأور فالأولوية ضعفت، فلازم أحط أقواس، فهون الأقواس ضرورية. طيب الآن شو بتصفي عندنا؟ الآن أنا هون في عندي X Y Z بينات AND، فبدي فوت النط على القوس. فالآن لما فوت النط على القوس شو بدي أصير؟ الآن راح أفوت أول شيء النط على X برايم، فX برايم برايم شو راح تصفي؟ X. طيب الآن بتصير OR، فوتوا البرايم على الواي بتصير واي برايم، بعدينك الآن بتصفي أور بتصير أور، الآن فوتوا البرايم على الزد برايم، زد برايم برايم اللي هو عبارة عن زد، وبناش ننسى الآن ده تتحول إلى أور فلازم نحطه بين أقواس. تمام؟ طيب الآن هاي الآن شو بعمل فيها؟ أور؟ لا خطأ، هاي الآن ما إلها دخل، خلص بحطها زي ما هي. تمام؟ أوكي، فقط إذا دخلت نط على قوس تتغير الآن لأور والأور لآن. طيب الآن تعالوا لي على القوس الثاني، هذا هو في برايم
على تيرم على 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 مجموعه فاريبلز بيناتهم انت، فبدي فوت النقع القوس. طبعا كيف بتفوت؟ حسب قوانين دي مورغان. فالان فوتوا البرايم على الاكس برايم، فاكس برايم برايم اكس. طيب الاند بتصير اور، فوتوا البرايم على الواي برايم، فواي برايم برايم واي. بعدينك الآن بصير أور، ليش؟ لأنه أنا بدي فوت نط عليها، تمام؟ الآن الزد فوتوا للزد البرايم على الزد فبصير زد برايم طبعاً، وبحط هنا ضروري بين قوسين للناتج، وبالتالي الناتج بحطه بين قوسين. أوكي؟ هي خلص. أوكي، أي مجموعة variables دخلت البرايم عليهم، وبالتالي بهاي الحالة بكون هيك أنا أوجدت الـ F1 برايم. طب يا شباب أنا هون ما ببسط، أنا مش قايل لك بسط، قايل لك أوجدت الكومبليمنت، معناته بكل بساطة معناها بدي الـ F برايم. هيك لما نحكي اللي هو الكومبليمنت. أوكي شباب، إذن هيك بكون هاي طريقة لإيجاد المتممة. انتبهوا، هاي الطريقة باستخدام قوانين دي مورغان. فإذا قلنا استخدم قوانين دي مورغان لإيجاد المتممة، فبتقدر لازم تتبع الخطوات التالية، فبدك تمشي وتورجينا خطواتك. طيب الآن في طريقة أخرى لإيجاد المتممة، في طريقة أخرى وهي طريقة الديول. فبكل بساطة بوجد الديول، وبعدين كل فاريبل اللي عليه برايم بقيم البرايم تاعيته، واللي ما عليهوش بحط عليه برايم. فهيك بكون اوجدت انا ايش؟ المتممه. اذا في عندنا اذا الحل طريقتين للحل. اذا هذا الحل بدي اسميه طريقه واحد، وفي عندنا سولوشن ثاني يعني طريقه اخرى. هاي الطريقه بنسميها طريقه الديول. طبعا الثنتين بطلع نفس الجواب. شوف الطريقة الديول ما أسهلها. أوكي؟ طريقة الديول طلعوا عليها الشباب. إذن أول خطوة شو بعمل؟ بوجد للديول of F للديول، وإحنا تعلمنا شلون نوجد للديول لأي بوليان فانكشن. كيف نوجد للديول الشباب لأي بوليان فانكشن؟ كل بساطة الاند بتصير اور، الاور بتصير اند، والصفر بتصير واحد، والواحد بتصير صفر. هيك اللي بنوجد للديول. فبكل بساطه اوجدوا له الديول، تمام. يلا هذا البوليان، فهذا البوليان فانكشن تاعي هيو، فاوجدوا لي شباب الديول تاعه. طيب فشو راح يصير؟ كالتالي اكس برايم اند بتصير اور، واي واي الان بعدينك الان بصير اور، زد برايم بظلها زد برايم، ولانه حولنا اندنج وصارت اور فبدنا نحط اقواس. طيب بعدينك كملوا، اند بصير اور، عفوا اور هيها اور بصير اند. بعدينك يلا نكمل، اكس برايم بصير اكس برايم، and بصير or، y prime بظلها y prime، and بصير or، z بظلها z. بس بننتبه الاند حول ان or، هذول الثلاث اندات صار ان or، فبالتالي من نحط اقواس مشان الاولويات. اذا هذا الديول وهذا تعلمناه. طيب شو الكومبليمنت بناء عليه؟ بكل بساطة نفس الديول، بس ايش؟ البرايمات بتبدلوهن. يعني الاف برايم شو راح يساوي؟ نفس الديول بالضبط، بس الفاريبل اللي عليه برايم بتقيمه البرايم تاعيته، والما عليه برايم بتحطه عليه برايم، فبتتصفي اكس or y prime or z. لاحظوا الفاريبل عليه برايم بقيم البرايم، واللي ما عليه بحط عليه البرايم، and with x or y prime بصير y or z بصير z prime.
وبسكر الجوس. خلص هذا هو عبارة عن الاف برايم تاعي، اكيد نفس الجواب السابق. تمام. اذا هذا هذا ايجاد المتممة بطريقة يا شباب ايش؟ بطريقة الديول. اوكي، اذا هيك بكون انا اوجدت المتممة. الان اذا قلنا لك اوجد المتممة، انت حر تقدر توجد باي طريقة من هذول الطريقتين. اما اذا جبرناك على طريقة لازم تستخدمها. فاذا قلنا لك بقوانين دومرجان، لازم تحله بقوانين دومرجان خطوة خطوة وتبين لنا عملك. اذا قلنا لك بطريقة الديول، توجد بالاول الديول بعدينك توجد الاف برايم. طيب مثال ثاني مشان نفهم الموضوع بشكل افضل. بدل كومبليمنت، اوكي، للبوليان فانكشن التالي f2 بتساوي x and افتحوا قوس y برايم z برايم or y z. طيب الحل في عندنا بدنا نستخدم قوانين دي مورغان. تمام. الان شو باجي بقول له f 2 برايم، انا بقول لي اوجد المتممه، فالمتممه للبوليان اف 2 هو اف 2 برايم، ويساوي اكس في واي برايم زد برايم اور واي زد الكل برايم. الان دخلوا البرايم على القوس، فانا عندي تو تيرمز، هذا حد اكس وهذا حد اخر. اوكي، هذا الحد اكس والحد الثاني واي برايم زد برايم اور واي زد، فهذول حدين بيناتهم ان، فبدي فوت النط على هذا القوس. الان بفوت النط على الاكس وبعدينك اور، الان بتصير اور، وبعدينك بفوت النط على مين؟ على القوس، القوس تاعنا. فشو بتتصفي؟ تساوي، اذا دخلوا لي النط على هذا القوس، على قوس بيناته تو تيرمز بيناتهم اند، فشو بده يصير؟ اكس برايم الاند بتصير اور. تمام. والقوس الثاني بقول له واي برايم زد برايم اور واي زد الكل برايم. ممتاز. الان بتلاحظوا يا شباب انه القوس الثاني هو عبارة عن في عندنا two terms بيناتهم or، two terms بيناتهم or عليهم برايم، فبالتالي راح استخدم قانون دي مورغان هذا. فبكل بساطة فوتوا لي البرايم على هذا القوس، راح تساوي الآن، انتبهوا شباب، اكس برايم هاي راح تظل زي ما هي or، بتظلها زي ما هي. الآن فوتوا لي البرايم على هذا القوس، فشو بده يصفي؟ y برايم z برايم الكل برايم، and الاور بتصير and لان فوت عليها النط. الان فوتوا لي البرايم على التيرم الثاني، فراح تصفي y z الكل برايم. طيب ما تساوي الان في عندنا هذا التيرم، هذا عباره عن y برايم زد برايم الكل برايم، فمفوت البرايم عليه. تمام. فهذا التيرم عباره في تو فاريبلز بيناتهم اندنج، فبالتالي بفوت البرايم عليه. فشو بتصفي؟ اكس برايم اور، انفوتوا لي النط على هذا القوس، فشو راح يصفي؟ y برايم برايم يعني y، الان بصير اور. الآن زد برايم برايم يعني زد. طبعاً ومناش ننسى أن نحطهم إيش؟ أقواس. الآن الآند هاي بتظلها موجودة. طيب الآن هذا تيرم في آندينج، فبفوت النط عليه، فبكل بساطة بدي أصفي واي برايم أور زد برايم، وبحطه بين قوسين.
اوكي خلص بكون هيك فعليا انا اوجدت البرايم تاعي الاف 2 برايم. يعني ولا ظل تو فاريبلز مع بعضهن البعض عليهن برايم خلص. اوكي وبهيك بكون هذا هو عباره عن الاف 2 برايم. طيب شو رايكم نوجده بطريقه الديوال؟ طيب يلا خلينا نوجده بطريقه الديوال، اكيد راح يطلع نفس الجواب. طيب إذن الآن بدنا نوجد الشباب بطريقة الديول. طيب إذن solution 2. طيب الآن امشوا لي بالله على الفانكشن تاعي نمشي عليه ونحوله مباشرة. الآن بقول له الديول للاف 2 شو يساوي؟ طيب يلا اكس اكس اند بصير اور. نفتح قوس الان بنفتح قوس واي برايم زد برايم. الان شو بتصير هاي؟ واي برايم اور زد برايم وبنحطه بين قوسين هاي. اذا واي برايم اور زد برايم بنحطه بين قوسين لان الاولويه ضعفت. الان الاور بتصير اند y z بتصير y or z ضعفت الأولية فبحط الأقواس والآن هذا القوس بسكره. تمام طبعا هذا القوس الخارجي هذا وهذا طبعا هون زيادة يعني لو ما حطينا ما في مشكلة ولو ظل موجود برضو ما في مشكلة. تمام حسب الأولويات. إذا هذا عبارة عن الديول للF2. طيب إذا الاف 2 برايم الآن بهاي الحالة شو يساوي؟ هو نفسه الديول بس الفاريبل اللي عليها برايم بقيم عنها البرايم واللي ما عليهاش بحط عليها برايم. فالآن شو بتصفي؟ يلا مشو وأنا مشو على الديول اكس بتصير اكس برايم اور افتح قوس كمان افتح قوس الواي برايم بتصفي واي اور الزد برايم بتصفي زد سكر القوس اند افتح قوس الواي بتصفي واي برايم اور الزد بتصفي زد برايم وسكر القوس وسكر القوس. اذا هذا هو عباره عن ايش يا شباب؟ الاف 2 برايم وهو نفسه اللي طلعناه بطريقه الدي مورغان ثيرمز نفس طريقه نظريات الدي مورغان. تمام يعني نفس الجواب 100% وبالتالي بكون هيك فعليا انا طلعت المتممه للبوليان function او قدرت تطلع المتممه للبوليان function الموجود هنا.